the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. اصحابي واصدقائي، اهلا بكم في حلقه جديده من حلقات العاب الميتافيرس والبلوك تشين والبلاي تو ايرن. لعبه النهارده مختلفه شويه، وهقول لكم ليه مختلفه. لان هي نزلت على ستيم اوريدي، وبعد ما دخلوا ال NFT للعبه، ستيم قالت لك لا احنا مش هننزل اي لعبه عندنا ليها علاقه بال NFT والعاب البلاي تو ايرن. ولكن تقريبا هم رجعوا في كلامهم، لان في لعبه انا اوريدي شرحتها كانت موجوده على ستيم، وهي لعبة ستورم رايت. ستورم رايت احنا اتكلمنا عنها في الفيديو اللي قبل اللي فات، واللعبة قلنا ان هي مبنية على شبكة الانجن. نفس الكلام برضو لايج اوف فراست، هي مبنية على شبكة الانجن والايثيريوم، ولكن ستورم رايت كانت عندنا في العصر الحجري والقديم، ولكن ايج اوف فراست العصر بتاعها حديث شوية، وتقريبا كده هيبقى في المستقبل البعيد، تقريبا بعد نهاية الارض زي ما انتم شايفين في الصورة دي، حاطين لنهاية الارض. فكرة اللعبة ان هم في كواكب تانية وحضارات تانية بيستكشفوها من وقت للتاني على شكل بازلز او الغاز بتحلها جوه اللعبة. مبدئيا لو اول مرة شرفتني في القناة، احب اقول لك تدوس سبسكرايب لو انت مهتم بالالعاب الميتافيرس والNFT والبلاي تو ايرن. وبرضو لو عندك ديسكورد تقدر تشرفنا في السيرفر الخاص بتاعنا على ديسكورد، وهكون سايبهولك في الديسكريبشن. قريب جدا هنعمل ستريم للعبة بيك تايم، ولو انت مهتم بالستريمات تقدر تتابعنا برضو على تويتش، لان اي لعبة هتنزل من الالعاب اللي انا بشرحها هيبقى الستريم الخاص بيها على تويتش. نرجع للعبتنا النهاردة، وهي ايج اوف فراست. زي ما قلنا اللعبة من نظام سكاي فاي، وهي هتبقى في المستقبل، وهتبقى مبنية على الغاز. اول ما تحلها هتحصل على بيتكوين كنوع من انواع البلاي تو ايرن في اللعبة. لو طلعنا فوق هنا ودوسنا على تريجر هانت، هيبين لنا قصة التريجرز اللي هتبقى مستخبية جوه اللعبة. وهنا بوضوح بيقولك ان انت ممكن اول ما تحل الالغاز اللي موجودة جوه اللعبة، وهي ان انت تلاقي الكنوز المخفيه جوه اللعبه، هتقدر تحصل على اشياء قيمه جدا تقدر تبيعها في الماركت بليس او تملكها، وتبقى فريده جدا من نوعها. وبيحذرك هنا بيقول لك عمرك ما هتلاقي التريجرز ديت بسهوله، هتاخد منك وقت كبير جدا عشان تحتاج تلاقي الكنز ده، وهو ده اللي هيخليه قايم، واول ما تلاقيه هيعوض عليك كل الوقت اللي انت حطيته والجهد اللي انت بذلته عشان تلاقي التريجر ده. هنا بيبلغك بحاجه مهمه جدا، وهي ان انت مش هتحتاج ان انت تدفع عشان تكسب او تدفع عشان تحل الى الغاز دي، وبرضو مش هتحتاج ان انت تقتل حاجة عشان تربح منها. لا، اللي انت محتاجه كله ان انت تحل اللغز وتحاول تدور على الحل بتاعه، واول ما تحله هيطلع لك NFTs وتوكنز من الكنوز ديت. وده معناه ان انت مش هتحتاج ان انت تشتري، او مش محتاج فلوس عشان تشتري ال NFT دوت، ولكن محتاج شوية وقت وشوية تفكير عشان تحل الى الغاز بس. وهنا بيقول لك اي رمز مهم للمهمات اللي انت هتفتحها، وهيبقى فيه 8 انواع من المهمات، والرمز الرمز دوت اول ما انت تحصل عليه لو هو قايم جدا ممكن يفتح لك الثمان مهمات دول. ولو فتحت الثمان مهمات هتقدر تحصل على فرصه كبيره جدا انت تحصل على كريبتو سكال كي، وده عباره عن بونسز جوه اللعبه، وده هيبقى من اهم واكتر البونسز القيمه جوه اللعبه اللي انت تقدر تحصل منها على ارباح فعلا كبيره جدا. في نوعين من انواع رموز المهمات جوه اللعبه، وهو اسمه اوريجين ولاست لايت. اوريجين ده بيفتح لك اي ايتم مقفول جوه اللعبه حتى لو معاك توكن ليهم او لا، ولكن لاست لايت واوريجين هتحتاجهم اول ما تحصل على كنز عباره عن كريبتو كرنسي جوه اللعبه. يعني انت لو حصلت على كنز كبير جدا هتحتاج رموز اللاست لايت والاوريجين، ولكن لو انت محتاج بس تفتح ايتمز جوه اللعبه زي سلاح او جير مثلا هتلبسه، هتبقى محتاج اوريجين بس. لو دخلنا على توكن هنلاقيه بيقول لنا ان احنا مش محتاجين غير اننا نحمل المحفظه الخاصه بانجن على الجهاز بتاعنا، وبكده نقدر نوصل الشخصيه بتاعتنا بالمحفظه، واي حاجه هنحصل عليها جوه اللعبه هتتحول لنا على طول على المحفظه، وبكده تدينا سهوله البيع والشراء والتداول على ال NFT اللي هنحصل عليها في المحفظه. وهيبقى برده من خلال
الانجن ماركت بليس. هنا بقى عملوا ابتكار مهم جدا هيوفر على اللاعبين للعبه ايدج اوف فراست كتير جدا. زي ما انتم عارفين الجاس فيز الخاص بانجن عالي جدا لان هي على شبكه الانثيريوم، ولكن هنا عملوا بريدج لانجن نفسها مسمى بجامب نت. جامب نت ده هيبقى هو الصديق الخاص للعبه اللي هيحول لك اي ان اف تي على المتجر بتاعك والعكس صحيح، وبرده لما تيجي تحوله لشخص هيشتري منك هيتحول له من خلال الجامب نت. معنى كده ان انت لو اشتريت من شخص او بعت لشخص مش هتدفع اي رسوم نهائيا، وحتى لما تيجي تحصل على الان اف تي ده من اللعبه مش هتضطر ان انت تدفع اي رسوم نهائيا. زي مثلا لما بتيجي تعمل منت لان اف تي جديد لازم تدفع رسوم اضافيه عشان تحصل على الان اف تي ده، ولكن هما بابتكار جامب نت بينهوا على موضوع الفيز ده. التوكنز بقى الخاصه باللعبه وهي اسمها راست بيتس، هوريكم كمان شويه نقدر نشتريها ازاي، ودي هتبقى التوكن اللي انت محتاجها عشان تشتري اي حاجه جوه اللعبه. وبرده لو انت معاك الراست بيتس ديت هتقدر تحصل على اير دروبس لاي شخص مالك للراست بيتس دي، وبرده هيبقى ليك الاولويه لاي لعبه تنزل من استوديو التطوير سبيس بايرت العامل لعبه ايدج اوف راست. هيبقى في برده جير وسبلايز وتروفي توكن، ودول هيساعدوك كتير لما تيجي تحل الالغاز جوه اللعبه، بمعنى انت هتبقى محتاج سبلاي معين عشان تفتح باب او عشان تفجر شيء جوه اللعبه. وبيقول لك تجميع الاشياء ديت هيبقى مهم جدا عشان تقدر تعمل بروجريس في المهمات جوه اللعبه وتحصل على الارباح. ولو قلبنا هنا هنلاقي سبلايز معينه وكل الشرح بتاعها، وهنلاقي برضو جير معين انت بتحتاجه عشان تحسن من قدراتك جوه اللعبه. يعني مثلا لو شرحنا الزيب لاين دوت بيتيح لك ان انت تعدي من مكان لمكان، في مكان مثلا ملوش سلم او ملوش اي جسر للناحيه الثانيه، فانت هتبقى محتاج تحط الزيب لاين دوت في مكان معين وتعدي للناحيه الثانيه. نفس الموضوع هنا، لو انت في مكان ضلمه جدا هتبقى محتاج ولاعه، وفي برضو عندنا جيت بايك وعندنا ريزيستنت راديو واشياء ثانيه كتير هتبقى محتاجها جوه اللعبة. ودلوقتي لو عايزين نشتري اي حاجة في ايدج اوف فراست زي ما انتم شايفين هنا كل ال NFT معدين حوالي 250,000 دولار، ده معنى ان كل ال NFT اللي جوه اللعبة الماركت كاب الخاص بيها معدي ال 250,000 دولار. اللعبة انشأت من 3 سنين، ودول عدد الهولدرز الخاص بيهم وعدد الترانسفيرز اللي تمت لحد دلوقتي. اللعبة في الرانك العاشر على انجن، وده رانك جدا محترم. لو دوسنا على اون سيل هنلاقي اشياء كتيرة جوه اللعبة، زي منهم اللاست لايت اللي لسه متكلمين عنها، وبرضو زي الراست بيتس اللي احنا لسه متكلمين عنها، وده اللي احنا قلنا هتبقى محتاجها ضروري عشان تفتح اشياء جوه اللعبة. ولو دوسنا على باي هنلاقي كذا شخص حاططهم ليستنج في الماركت بليس، منهم ارخص حاجة وهو الشخص ده وعامل الواحدة بحوالي 0.1 انجن، يعني لو عملنا مثلا 1000 كده هيبقى ب$61 من الراست بيتس. وعملنا بروسيد هياخدنا على السكان كيو ار كود للدفع، وبكده نقدر نحصل على الراست بيتس. دلوقتي نخش على قسم الاسئله عشان نعرف ايه اللي حصل مع ستيم. هنا هنلاقيه بيقول لك ان ستيم قررت ان هي تشيل ايدج اوف فراست من على البلاتفورم الخاصه بيها، والسبب ان الان اف تيز مش هتتباع بشكل رسمي من خلال العملات العاديه في العالم زي الدولار واليورو، فعشان كده هم شالوها من البلاتفورم. وسبب تاني ان هم حدثوا القوانين بتاعتهم عشان يعملوا بلوك لاي لعبه بلوك تشين وان اف تي من البلاتفورم. هنا بيقول لك ان اللعبه هتبقى فري، ولكن هتكلف حاجه بدائيه جدا عشان تفتح لك السيزون 1، نفس الكلام على سيزون 2 و 3، وهتبقى محتاج الراست بايتس عشان تفتح السيزونز دي، لكن هم مش محددين هتبقى محتاج كام راست بايتس، ولكن هتبقى محتاج الراست بايتس. ولكن النسخة البيتا بلاي تيست هتبقى فري ومش هتحتاج اي توكنز عشان تقدر تلعبها، لكن بيقولوا برضو البيتا اتمسحت من ستيم، فدلوقتي هم بيحاولوا يدوروا على بلاتفورم تانية عشان يحطوا اللعبة ونقدر نجربها في البيتا. هنا بيردوا على ان اللعبة لسه ما طلعتش، ولكن هي طلعت في النص التاني من 2021 وبعد كده اتمسحت. وبرضه بيقولوا دلوقتي احنا بنحاول نلاقي اي بلاتفورم عشان ننزل عليها اللعبه. هنا بيقولوا انت محتاج اي ان اف تي عشان تلعب اللعبه؟ لا، انت بس محتاج ان انت تلينك الانجن والد بتاعتك للعبه، ومش تبقى محتاج اي حاجه ثانيه. ولكن بعد كده لما تحل الغاز وتخش في الغاز كبيره هتبقى محتاج توكنز عشان تقدر تحصل على الارباح ديت اللي هتطلع لك اول ما تحل الالغاز. هنا بيقولوا ازاي تقدر تحصل على الان اف تي، تقدر تحصل عليها من انجن ماركت بليس واوبن سي ماركت بليس برضو.
هنا حد بيسأل انت محتاج ان نعمل اي تشفير للالغاز اللي جوه؟ لا، هو بيقول مش محتاج اي تشفير، انت بس مجرد ان انت هتحتاج شوية معلومات عامة، معلومات حسابية او شوية الفاباتيك من لغات مختلفة، وهيبقى في اكترية الالغاز جوه تلميحات حواليك عشان تديك سهولة ان انت تحل البازل ده. ودخلنا على مور هنلاقي سبيس بايرات جيمز اللي احنا لسه متكلمين عنها، وتقدر تزور الموقع من هنا. اول ما تزور الموقع هتلاقي ان هم شغالين على لعبتين تانيين، واحدة اسمها فوم والتانية اسمها ريد فيرن فالي، ولكن لسه ما خلصوش التطوير بتاعها لحد دلوقتي. ولو نزلت تاني برضو تحت شوية هتلاقي شوية صور من جوه لعبة ايج اوف راست، وهتلاقي الكونتاكت بتاعها والتويتر الخاص بيهم تحت خالص. في الاخر حابب ادي رايي على اللعبه، اللعبه جميله جدا ولكن لسه مش مشهوره قوي، وطبعا انتوا عارفين مشكله الشهره ومشكله قله الهايب على ال NFT والالعاب اللي زي كده، ممكن تخلي اللعبه من ايجابيه لسلبيه تماما. والايجابي اللي موجود هنا في اللعبه ان الجرافيك بتاعها عالي وكل شيء معمول بدقه عاليه، ولكن برضو مع الشهره القليله المواضيع ديت مش هيبقى ليها اي لازمه. فاحنا اللي احنا مستنيينه دلوقتي ان اللعبه تتشهر وكذا حد يلعبها ويبقى ليها هايب عالي، وبعد كده نقدر فعلا تستثمر في اللعبة او تشتري اي اشياء جوه اللعبة دي وتبتدي ان انت تستمتع باللعبة. طبعا دي مش نصيحة استثمارية، ولكن دي نصيحة بس للاشخاص اللي عجبهم اللعبة وحابين يكملوا في اللعبة. خير حاجة، بشكر كل اللي شافوني واللي هيشوفوني واللي مشوفوني، واشوفكم في حلقة جديدة من العاب ميتافيرس وبلاي تو ايرن جامدة جدا. سلام.